نزرع بنزرع زعتر هنا احنا، واحنا من 15 سنه هنا وماشي امورنا كل شيء تمام لحد ما جاء هذا ما الكورونا، مرض الكورونا اثر علينا شويه. الموسم منيح ان شاء الله، بس السعر في الاخر سبب الكورونا نزل يعني سبب الاوضاع، والحمد لله يعني. الزعتر موجود فيها منتشر على ما يقارب ال 400 دونم، في عندنا ما يقارب ال 100 دونم اللي هن من داخل الجدار، خارج الجدار عندنا 400 دونم، عندنا ما يقارب بين ال 150 لل 200 عامل اللي بيدخلوا بشكل يومي من البوابات الزراعية لمنطقة التماس من شان يهتموا في الزراعة الموجودة هون. زي ما احنا عارفين احنا موجودين في ازمه، الازمه هاي ازمه فيروس الكورونا اللي اجت على كل العالم اجمعين، بس هذا لا يقول انه احنا منوقف الزراعه، فلذلك احنا بنيجي لهون بشكل يومي من شان نشوف انه المزارع خضر يدخل على الارض تبعته. مثلا الارتباط اليهود والارتباط الفلسطيني بقوا يتعاونوا معانا، يعطونا التصاريح مشان مزارعنا تضلها شغاله.